لم تمضي أيام على ولادة الحكومة الجديدة حتى عاد الشارع العراقي إلى أصواته الاحتجاجية معلناً في هتافاته عن امتلاكه لذات الأدوات التي أجبرت حكومة عادل عبد المهدي على الاستقالة، مطالباً الكاظمي بإجراء تغيير في البلاد بسبب إهمال مطالب المتظاهرين. الشعب أعلن بعد ما يريدون مطالب إسقاط النظام برمته، لأن هذا النظام مبني على المحاصصة واستهانوا بدم الشهداء. وسط بغداد تمركز المتظاهرون عند الحاجز الأول على جسر الجمهورية بعد أن قطعوه بالإطارات المشتعلة في وقت عززت فيه قوات الأمن انتشارها في شارع الجمهورية ومحيط ساحة الخلاني في محاولة لمنع وصول المحتجين إليها. يعني ورايا حاجز الصف الأول، وهاي الشباب متجمعين اليوم على جسر الجمهورية. التصعيد هو لتنفيذ مطالب المتظاهرين. في مدينة السما وجنوباً نظم العشرات من المحتجين تظاهرة احتجاجية ضد تشكيل الحكومة الجديدة، مطالبين بإجراء انتخابات مبكرة، بينما أضاف محتجون في محافظة واسط مطلب إقالة المسؤولين المحليين. في مقاطع فيديو نشرها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي أظهرت إحراق مقار نسبت إلى منظمة بدر وحزب الدعوة الإسلامية، إضافة إلى حرق منزل نائب تابع لكتلة عصائب أهل الحق. التظاهرات التي تم الاستعداد لها منذ ليل السبت في عدة محافظات عراقية جاءت لتؤكد إصرار المتظاهرين على مطالب الأمس، ومن أهمها إجراء انتخابات مبكرة وتقديم قتلة أقرانهم إلى العدالة. صلاح محمد، الحرة.